ان شاء الله غسلتين. غسلتها. والله هي مليحه. اهلا وسهلا. ضوضاء الاخرى بيجي 20 درجه عليها. شوي شوي بس خليه يطلع على الصوت. يصور هنا اذا صور هنا. لا يا عم. عندها صور هنا. لا ولا ولا. لا ما بيجيبي معي صحن صغير مشان البزر. هان هان على الورك. سبحان كسر مرزات. هذه غربة نزرعها. لو لها مع الراس ملت الدنيا. ما فيش مجال مسوي على الحديد على التزير. اللي من تل الحج عبد الله لكطوا وخسرهم. وهذا لا ظرف انت هذاك ما عرفت الصدر فين. هذا عنب ها؟ والله عنب. غريب. شو عنب هيك؟ هذا العام في الزيتون اجت بنت احمد النجم تاي خرطة زيتون هان. قطعت لها قطف تقول الا بدي منها. استنى انطرت قلت لها ضمي والله. هذا للزيتون بظل. والله يا ما جا عزيز لبعد شهر 12. لبعد شهر 12. ما شاء الله. خطيفة ركبتك توتر. اه هذا منيح. ايه بقية هن. بعدين. يعني عبد هذا اللي دار محمود المسعود قاعدين في شفت الفرس الزيتون قاعدين بخرطوا فيه ناس هذا بشركم لا لا جايبين مفارش اصحابهم معناته بس انا بعرف هذول اللي دار محمود المسعود مطين هن لحمد لو دلاني كله من طين لحمد هذا مفهوم لا بلا تستدعي محمود ما سمعه بعش الوطا ظل الوطا هو كل الوطا في هالبلاد يتبهك بدأت 300,000 باع طب ليه؟ شو سدد خط عبدالله هذا حلبي يا ابو سليم حلبي عم كسر من